مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض سويا الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها أقل من المعدل، ولكن هناك زخات رعدية من المطر في المناطق الجنوبية الغربية والجنوبية والجنوبية الشرقية ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الرياض إداريا. وأيضا خلال أيام هذا الأسبوع هناك زخات متفرقة رعدية من المطر في أماكن مختلفة من المملكة. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد. يوم الأحد في المناطق الشمالية أجواء معتدلة في النهار لكنها لطيفة بالليل. المناطق الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 17، المناطق الشمالية الشرقية 30 إلى 20، وأيضا هناك أمطار في منطقة الرياض إداريا، زخات رعدية من المطر، وأيضا العظمى بتكون بحدود 35 والصغرى 25، وأيضا هناك زخات رعدية من المطر في المنطقة الجنوبية الغربية وكذلك منطقة الربع الخالي. العظمى المتوقعة في المناطق الجنوبية الغربية 24 والصغرى 15، لكن المنطقة الغربية أجواء حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا 35-17، والأجواء مستقرة في المنطقة الشرقية، أجواء تقريبا ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا نهارا وأيضا معتدلة ليلا. يوم الاثنين استمرار الأجواء تقريبا معتدلة بالنهار لطيفة في الليل في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية العظمى 29 والصغرى 15، الشمالية الشرقية 28-17، المنطقة الشرقية أجواء غائمة جزئيا وحارة نسبيا، سقوط زخات رعدية من مطر في المنطقة الشرقية، العظمى 36 والصغرى 27، أيضا منطقة الرياض أجواء حارة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من مطر، العظمى المتوقعة 37 والصغرى 24، وأيضا هناك زخات رعدية من مطر في المنطقة الجنوبية الغربية والعظمى المتوقعة 23 والصغرى 16. أما المنطقة الغربية فأجواء حارة والعظمى المتوقعة 37 والصغرى 27 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا أجواء معتدلة بالنهار لطيفة في الليل في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 28 والصغرى 17، الشمالية الشرقية 27-17، المنطقة الشرقية أجواء حارة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا مع سقوط زخات رعدية من المطر، العظمى المتوقعة 34 والصغرى 25، منطقة الرياض أجواء حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا 37 العظمى والصغرى 24، المنطقة الغربية أجواء حارة وفي النهار معتدلة ليلا، العظمى المتوقعة 36 والصغرى 26 درجة مئوية، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من مطر 25 العظمى والصغرى 16 درجة مئوية. يوم الأربعاء تضعف فرصة هطول الأمطار تقريبا لكن مع بقائها في بعض أجزاء من المنطقة الجنوبية. المناطق الشمالية ارتفاع قليل على درجات الحرارة، أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 32 والصغرى 20، الشمالية الشرقية 29-19، والأجواء حارة نسبيا في المنطقة الشرقية إلى حارة وفي النهار معتدلة ليلا 33 العظمى والصغرى حوالي 26، المنطقة الرياض والمنطقة الوسطى أجواء حارة 38 العظمى والصغرى 24، حارة نسبيا إلى حارة نهارا معتدلة ليلا، والمنطقة الغربية أيضا حارة نسبيا
إلى حارة نهارا، معتدلة ليلا 35 العظمى والصغرى 26، والمنطقة الجنوبية الغربية 24 إلى 18 درجة مئوية. يوم الخميس أجواء ارتفاع على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، أجواء حارة نسبيا في النهار معتدلة بالليل، الشمالية الغربية 34-21 والشمالية الشرقية 30-20. المنطقة الشرقية نشاط للرياح وإثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية، أجواء حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا 31-24. منطقة الرياض حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا 35-24، والمنطقة الغربية حارة نسبيا إلى حارة نهارا 36 العظمى والصغرى 27، أجواء معتدلة ليلا. والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر 26 إلى 17 درجة مئوية. ويوم الجمعة ارتفاع واضح على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، أجواء حارة نسبيا، والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 36 والصغرى 25، الشمالية الشرقية 33-22، حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا، وأيضا المنطقة الشرقية حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا 32-24، ومنطقة الرياض وأيضا المنطقة الغربية أجواء حارة بالنهار معتدلة ليلا، منطقة الرياض والمنطقة الوسطى 37 العظمى والصغرى 27، المنطقة الغربية 37 العظمى والصغرى 28، والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من مطر أحيانا 23 إلى 17 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.